نوعية الأكل المختلفة بتؤثر في إفرازات الجسم، فبتؤثر في إفرازات الجسم بحاجتين. أول حاجة إن هي ممكن تخلي إفرازات السيدة قلوية أو حمضية، وزي ما قلنا لو كانت الإفرازات قلوية أكتر في وقت الجماع فهتخلي سرعة الحيوانات المنوية الذكرية أسرع، فده يخلي الجنين أقرب إنه يكون ذكر، والعكس بالعكس، ولو كانت حمضية هتخلي السرعة أقل والحيوانات المنوية الأنثوية هي اللي أسرع فيبقى الجنين أنثى. دي نقطة. النقطة الثانية إن وجدوا إن في بعض المستقبلات اللي موجودة على البويضة. البويضة عشان تدخل الحيوان المنوي لازم تسمح له بالدخول عن طريق مستقبلات معينة. لو إن هذه المستقبلات اللي موجودة على البويضة بتتأثر بالأملاح اللي موجودة في جسم السيدة. فلما يبقى الأملاح اللي موجودة في جسم السيدة كالسيوم ومغنيسيوم بنسبة أعلى، تبدأ المؤثرات ديت أو المستقبلات اللي على البويضة تتفتح في وقت متأخر مش وقت سريع. الحيوانات المنوية الذكرية بتمشي بسرعة وتوصل بسرعة ما تفتح لهاش، الحيوانات المنوية الأنثوية بتوصل ببطء فتبدأ تفتح لها، تخلي الأنثى يبقى أعلى أو إن الجنين يبقى أنثى أعلى في نسبة حدوثه، والعكس بالعكس. في بعض المستقبلات بتتأثر بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، الصوديوم والبوتاسيوم، صوديوم وبوتاسيوم بيزود نسبة حدوث الذكر، وده اللي يمكن بيخلي نوعية الأكل ممكن تؤثر في حدوث ولادة أو حمل بجنين ذكر أو جنين أنثى. يمكن تطرقنا بقى لحاجات تانية إضافية اللي هو موضوع توقيت الجماع. زي ما قلنا إن الحيوانات المنوية الذكرية سريعة فبتوصل للبويضة بسرعة، فلو حدث الجماع في نفس يوم التبويض أو الإباضة، اليوم اللي حصلت فيه الإباضة أو اليوم اللي بعده، اللي هيوصل الأول للبويضة هو الحيوانات المنوية الذكرية فيبقى جنين ذكر. ولو حصل الجماع قبل يوم أو يومين من الإباضة فاللي هيوصل في الأول الحيوانات المنوية الذكرية مش هتلاقي البويضة، بعدين يوصل متأخر الحيوانات المنوية الذكرية تلاقي الأنثوية الذكرية فتلاقي البويضة فيحصل الإنجاب. يعني لو عايزين بنت يبقى قبل الجماع بيومين، قبل يوم الإباضة بيومين، لو عايزين ولد يبقى يوم الإباضة نفسه أو اليوم اللي بعده. طب احنا نحدد يوم الإباضة ازاي؟ أو الفترة دي نحددها عن طريق ايه؟ طبعا في حاجات بقى، ارتفاع درجة الحرارة وعلامات معينة عند السيدة وألم وإفرازات، دي ما نقدرش نعتمد عليها قوي لأن السيدات عندنا ممكن ما يحكموش الموضوع ده بالظبط. لو إن في سيدات ممكن تبقى عارفة يوم الإباضة بتاعها بالظبط، تقول النهاردة أنا عندي إباضة. احنا بنتكلم بقى على العامة يعني. لا، بنبقى بنعمل، يمكن احنا بقى الاطباء بدأوا يساعدوهم في حاجه زي كده، الاطباء اللي بيعملوا المواضيع دي، زي ما قلنا ان احنا دي ما هياش نسبه حدوث حمل بذكور بنسبه عاليه، دي مجرد حاجات لم تثبت صحتها 100% ودراسات بتقول ان بتزود من هذه النسبه. ان احنا بننشط التبويض للسيده وبندي حقن التفجير، لو تفتكروا زي زمان زي ما عملنا وكنا بنعمل ازاي بننشط وازاي بندي حقن التفجير، فبنبقى محددين الوقت بتاع الإباضة وبنطلب ان يحصل جماع في الفترة دي. في اضافة تانية بقى في الدورة المنشطة دي، بعض الاطباء بيعمل ايه؟ لا، بيجيب الحيوانات المنوية للذكر ويبدأ يعمل لها فصل في الجهاز السنترفيوج او الطارد المركزي، بحيث ان بعد ما يعمل فصل للحيوانات المنوية يبدأ يبقى فيه جزء علوي وجزء سفلي. الحيوانات المنوية الذكرية عشان خفيفة فبتبقى فوق، والحيوانات المنوية الأنثوية أثقل شوية فبتبقى تحت، فيسحب من الحيوانات المنوية الذكرية الجزء العلوي ويبدأ يحقنه داخل الرحم للسيدة، زي موضوع بالظبط التلقيح الصناعي، بس يستخدم موضوع إن هو بيعمل ترصيب للحيوانات المنوية للسائل المنوي للزوج. فيها جزء علمي وفيها جزء يعتمد على معلومات علمية، لكن النتائج بتاعته والدراسات فيه ما أثبتتش صحتها 100%.